تقام اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 البطولات التالية: بطولة كوبا أمريكا 2024، وبطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة أمم أوروبا يورو 2024. أولا مباريات بطولة كوبا أمريكا، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة الثالثة من الدور الأول. المباراة الأولى بوليفيا ضد بنما، تقام في الساعة 4 فجرا بتوقيت مصر السعودية، وتذاع عبر قناة سبورت تي في 3 البرتغالية. المباراة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ضد أوروغواي، تقام بنفس التوقيت 4 فجرا بتوقيت مصر السعودية، وتذاع عبر قناة سبورت تي في 2 البرتغالية. ثانية المباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 29 وهي كالتالي: إنبي ضد المقاولون العرب، تقام في الساعة 7 مساء بتوقيت مصر السعودية، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورتس. ثالثا مباريات بطولة أمم أوروبا يورو 2024، حيث تقام اليوم مباراتين بدور ال 16 وهي كالتالي: المباراة الأولى هولندا ضد رومانيا، تقام في الساعة 7 مساء بتوقيت مصر السعودية، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورتس اتش دي 1 ماكس بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد بركات وقناة تي ار تي 1 التركية المفتوحة. المباراة الثانية النمسا ضد تركيا، تقام في الساعة 10 مساء بتوقيت مصر السعودية، و11 مساء بتوقيت الإمارات، و8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 ماكس بتعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس وقناة راي 1 الإيطالية المفتوحة.